الدرس بيبي، الميك اب شيمو، والشعر صالون محمد صغير. قمر كالعادة. كلمينا عن بقى حرصك على وجودك النهارده في مهرجان اسكندريه السينما. بصي، انا بحب اسكندريه جدا وبحب المهرجان ده بالتحديد، كل ما بيبقى في فرصه ان انا اجي باجي على طول. النهارده الدوره باسم الفنانه الكبيره ناديه لطفي، واحنا لينا شرف ان احنا نكون في دوره باسمها، زائد النجوم الكبار المكرمين النهارده زي استاذ فاروق الفيشاوي، استاذ عمر خيرت، استاذ احمد يحيى، ناس كتير قوي مش عايزه انسى حد. لازم نبقى موجودين معاهم، بندعمهم وبنسقف لهم من تحت لانهم يستاهلوا التكريمات دي واكتر كمان. اختيار المهرجان للشعار القدس العربية للدورة دي رأيك فيه؟ ده اللي بنطالب بيه طول العمر يعني، فموفق جدا. قولي ايه لجمهورك الفترة اللي جاية؟ اقول لهم يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، والاب الروحي الجزء الثاني بيتعرض دلوقتي، تابعوه.